يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، يشرفني وينورني في هذه الفقره بطل مصري كبير كابتن سيف سلامه حارس مرمى فريق بيراميدز ومنتخب مصر الفائز بجائزه افضل حارس في كاس الامم الافريقيه، البطوله التي اقيمت في تنزانيا لفريق او منتخب الساق الواحده. مشرف ومنور يا بطل كريم، ربنا يكرمك. مره كده وعدت ووفيت وفي نفس المكان، صح كده؟ وقعدت وفيت، قلت ان انت هتسافر وكانت من اجمل الحوارات اللي مرت معايا بجد. ده شرف ليا، لان هي كانت بتلمس اعمق نقطه فينا يا حبيبي. ده شرف ليا بجد، انا فرحان طبعا ان انا مع حضرتك. ده شرف ليا. يا رب يخليك، يا رب يخليك. هقول بس خبر كده عاجل للاسف، حزين. عايز اعرف برضه. خبر عاجل حزين شويه، يضايق شويه، بس لازم اقوله لحضراتكم. في مباراه الكاميرون وجزر القمر حصل حاجه قبل المباراه، تدافع من الجماهير أثناء دخول المباراة. للأسف بحسب تقارير عالمية أنه في حالات وفاة، حالات وفاة لم يعلن العدد الرسمي، ولكن الكاف أصدر بيان بخصوص هذا الأمر. بيان الكاف قال فيه أن احنا على اتصال دائم مع حكومة الكاميرون واللجنة المنظمة المحلية، وباتريس موتسيبي رئيس الكاف أوفد مندوب لزيارة المشجعين المصابين في مستشفى ياوندي. والكاف قال ان هو عالم بهذه الحادثه في الملعب الاولمبي خلال المباراه اللي اقيمت بين المنتخب الكاميروني وجزر القمر. كلام بيتقال انه في الاف المشجعين حاولوا يخشوا المباراه، وحصلت اشتباكات عند مدخل الاستاد، واسفرت عن وجود اسفرت عن مقتل بعض المشجعين واصابه اخرين. يا رب يسترها علينا جميعا. البطوله دي غريبه بكل تفاصيلها بصراحه، فعلا من بدايتها بكل تفاصيلها. يعني ربنا يا رب يحمينا جميعا. قول لي انت يا بطل بقى، عملت ايه في البطوله دي؟ عشان انت كنت معايا هنا قبل ما تسافروا على طول وكنت متفائل، احكي لي كده التفاصيل اللي حصلت. ايه الكلمه معاك؟ والله هو في البدايه انا عايز اقول يعني اللعب في اجواء افريقيه صعبه جدا، واحنا كنا طول عمرنا بنسمع ده. فلما رحنا شفنا الاجواء فعلا من البدايه، اولا احنا بنلعب على ارتفاع سطح البحر 1200 متر. فالموضوع الاكسجين فيه قليل جدا. كانت مجموعتنا غانا ونيجيريا، وكان الاتحاد الدولي بيقول اي دولتين هيتحط مع الدولتين اللي رايحين يعني هيبقوا مجرد سكور، لان الناس دي هتصعد. غانا ونيجيريا طبعا، غانا وظيفه البطوله اللي فاتت، وهي بالمناسبه خدت بطوله امم افريقيا السنه دي. هايل. فمصر ما كانش معمول حسابها خالص في التوقيت ده، لان احنا في التوقيت ده رايحين ولا عندنا ماتش في اجنده دوليه ودي، ولا عندنا بطوله محليه، على عكس الفرقتين اللي رايحين جداد زينا. المغرب ودندبار. الاثنين اوريدي عندهم دوري وبينافسوا. مصر ما كانش عندها او الى الان يعني مش عندها دوري محلي خالص. ولا حتى ماتش دولي، عشان طبعا حضرتك عارف الخبره الدوليه دي بتفرق طبعا. فلما رحنا في بدايه الماتش طبعا احنا كنا بنلعب اجواء صعبه طبعا جدا جدا، لان الجو هناك استوائي. يوم ماتش غانا قبلها بيوم كان المفروض البيجينينج ماتش الافتتاح، ما الماتش اتلغى بسبب الاحوال الجويه. تاني يوم كنا لازم نلعب عشان طبعا البطوله ليها وقت محدد. فروحنا الماتش بتاع غانا كنا ماشيين معاهم سجال والناس مش مصدقه. انا عايز اتكلم بس في نقطه تحديدا، ان اللعب الدولي صعب جدا. جدا. وخصوصا لما انت بتكون شايل اسم مصر، ده بيفرق. طبعا. لما دخلنا التيم ولعبنا الماتش، طبعا كل الناس كانت نازله الاستاد ومخطوفه برضو، ما عندهاش الخبره الدوليه زي لعبتنا مثلا. فالطبيعي ان هو لازم يسرح في اللي حواليه. انا قلت لهم حاجه واحده، قلت لهم احنا جايين هنا بنمثل بلدنا، مثل اخوك وابن عمك، ما تقلش عن اي حد بيدافع عن شرف البلد دي. اللي قدامك دول زيهم زينا. امسك كوره اول دقيقه هتلاقي نفسك بتسحب البساط من تحتهم، انت اللي بتقف عليه. هم اوريدي عندهم ثقه في نفسهم لانهم عندهم الخبره الدوليه. عندهم 8 محترفين، فالموضوع بالنسبه لهم بروفيشنال. حتى الجهاز الفني. فانا لما لقيت لعيبتي مهزوزه، احنا عندنا الامكانيات، فلما لقيت لعيبتي مهزوزه اشتغلت شويه على العامل النفسي في مجرد دقيقه. طبعا الشوط الاول احنا حاطين كورتين في العارضه وكوره جنب القايم، كوره حارس مطلعها، فالناس ما بقتش مصدقه ان ده الفريق اللي ما عندوش ولا بطوله محليه ولا عمره لعب ماتش ودي حتى. ازاي ده بيعمل كده مع غانا اللي بتتعب تركيا وبتتعب انجلترا؟ الله. فلما رحنا الشوط الثاني السيولي ابتدت تنزل. طبعا الملعب ما اقدرش اقول لحضرتك على جمال ملاعب افريقيا، والله يكون فاهم. طبعا. الناس بتاعتنا كانت رجاله بصراحه، قوي قوي قوي، انا بشكرهم.
طبعا الماتش اتسرق مننا لان هم عندهم خبره اللعب الدولي وعندهم خبره اللعب في الاجواء دي. صح. استاذ كريم اليوم ده النطره كانت بتنطر الساعه 5 الصبح او 6 الصبح، لان احنا كنا في التوقيت ده بنصحى من 6 الصبح لبعد انتهاء الماتش الساعه 8. مطر سيول مش طبيعيه. عدينا من الماتش ده وابتدينا نصحح اخطائنا وقلنا خلاص هي خطوه، وكان في عوامل ظروف وعوامل كتيره ادت ان احنا طلعنا من الماتش بالسكور ده. طب هنخش ماتش نيجيريا، طب نيجيريا فرقه تقيله، هنتارجت نفسنا، هنشتغل على نفسنا، هنقفل من ورا وهنبتدي نطلع من ورا عن طريق كابتن محمود، لان هي دي التكتيك اللي هو بيلعب بيها. احنا بنعرض صور وانت بتتكلم كم فابتدينا نشتغل. الحمد لله قدرنا نتعداهم، والحمد لله تصعدنا لدور الثمانيه في مفاجاه ما حدش متوقعها، ان مصر تصعد على المجموعه دي مع غانا ونيجيريا ما تصعدش. مين الناس دي؟ فالاتحاد الدولي طلب الهيستوري بتاع الاتحاد بتاعنا. مفيش. لا احنا عندنا لجنه منبثقه بس. الناس دي عندها لجنه؟ وبيشتغلوا ازاي؟ مفيش دوري محلي. هم واخدين اكسبشن عشان اسم بلدنا كبير. اوكي. فلازم تحط في الاتحاد الافريقي. تمام. لما دخلنا في الادوار في دور الثمانيه، طبعا احنا بنلعب نصيبنا الحمد لله ان احنا يمكن ده نصيبنا عشان ناخد خبره دوليه اكبر. وقعنا مع انجولا بطل العالم طبعا، النسخه الاخيره من كاس العالم والنسخه الاخيره من كاس امم افريقيا. بنلعب فريق زي ما بيقول الكتاب. حتى الناس دخلتها هم اذكياء جدا، تحركاتهم تصرفاتهم كلهم تحس ان هم عندهم ميكانيزم بيكملوا بعض، فهم فارضين شخصيتهم على اي فريق بيخش. هم منظمين جدا في دخلتهم في خارجتهم في كل حاجه. في كل حاجه. فهم زي ما بيقولوا ايه، انا قريتها بسرعه، بيبعتوا زي رسالة، زي رسالة التهديد. حتى في الإحماءات طريقتهم منظمة. الديفندرات بتشتغل مع بعض، المدافعين بتشتغل مع بعض، المهاجمين بتشتغل مع بعض، الحراس بتشتغل مع بعض، كل واحد عارف شغله، الوحدة شغالة كلها، والكابتن بتاعهم واقف ومساعد المدير الفني واقف. قلت لهم ما تبصوش الناحية التانية، خليكم معانا، احنا النهاردة هنلاعب الفريق ده، الفريق ده بطل العالم. أنا مش طالب منكم حاجة، أنا بشكركم جدا إن احنا وصلنا لغاية هنا، لانه ده شرف كبير لينا. هيتحسب في يوم من الايام ان احنا ما كانش عندنا بطوله محليه ووصلنا لغايه هنا وبنلعب بطل العالم. انا مش طالب منكم اي حاجه، طالب منكم ان كل واحد يلعب بطريقته. يستمتع. يستمتع. صح. وصل نفسك ان انت تستمتع والعب السهل. طبعا لما سنترنا ابتدينا نشتغل معاهم، نشتغل عليهم، حطينا التكتيك صح، وقبليها بيومين اتفرجنا عليهم كويس جدا. لان انا كابتني كابتن محمود عبده طبعا هو محترف في الدوري التركي، ونص لعيبه انجولا بتلعب في الدوري التركي، وهو معاه اثنين لعيبه في السكواد بتاع انجولا بيلعبوا معاه في نفس الفريق. فكابتن محمود حافظهم وعارفهم وعارف بيشتغلوا ازاي. هما بيشتغلوا اكتر على العرضيات، لان هما بسم الله ما شاء الله يعني عليهم ورجليهم تقيله جدا. فهو جابني على جنب قال لي شغل عينك كتير عشان هما بيستغلوا النقطه دي. هما اجسامهم وقوتهم بيستخدموها. فقلت له انا هتوكل على الله وهبتدي اشتغل بعيني بس. فلما ابتدينا نشتغل احرجنا انجولا، طبعا رئيس الاتحاد الدولي قاعد بره بيتفرج على الماتش لانه ده بطل العالم، لقوا نفسهم مغلوبين 1-0 واولالات الحيله ومش عارفين يقعدوا نص الملعب ومتقفله عليهم ضبه ومفتاح بلغه الكوره زي ما بيقولوا. بنقابلهم زي كره اليد بس مش دفاع منطقه قد ما هو دفاع منطقه، دفاع على الدايره. بنلعب دفاع على الدايره عشان نقفل لهم قصه القوه والسرعه، لان هم اذكياء جدا من كتر ما هم يعني. انا عشان الحارس بيبقى واقف قاري الملعب كله، كانوا بيضربوا تكتلاتنا بتحركاتهم. الناس دي وصلت لدرجه ان هي ممكن تغير الملعب في دقيقه وهم معاهم الكوره. يعني الثمانيه مثلا، لان احنا لعبتنا 11 شادو سترايكر، هو بيوهمك ان ده المهاجم. لكن انت بتلاقي طرف مكمل، مساك مكمل، خط وسط مكمل، هو اللعب كله على ده. عشان يلهيك مع الاسترايكر اللي انت ماسكه. فاهم قصدي حضرتك؟ طبعا. فايه ده؟ الناس دي مش طبيعيه. مش يعني احنا محتاجين وقت. لا احنا مش محتاجين وقت. لا اقصد احنا على بتكلم عن التكتيك. طبعا احنا بنجينا وقت طبعا عشان نوصل للنقطه دي. طبعا لكن بالرجوله والروح اللي انتوا بتطلعوا بيها، هي دي بقى اللي مش عند اي حد في العالم كله. صح. المنتاليتي بتاعت الشعب ده. صحيح. اللي وقع خط بارليف بشويه ميه. صحيح. ما تخطوش على حد.
صحيح. يلا نلعب يلا كسبانينهم 1-0 لاخر الشوط الثاني قبليها بست دقائق. طبعا مش هقول التحكيم كان معاهم لان ما ينفعش اتحاد جايب اكسبشن يطلع بطل العالم. فدهم ضرب الجزاء ورحنا لضربات الجزاء. الحمد لله ربنا وفقني انا قدرت اشيل اول ضربتين جزاء وده فضل من عند ربنا لدرجه ان المنتخب المغربي بره كان بيحتفل. كانوا فاكرين احنا خلاص بس الحمد لله ربنا ما وفقناش وربنا كرمنا ان احنا نعدي انجولا. بس تكفى ان رئيس الاتحاد السكند بريزيدنت بتاع الاتحاد الدولي ينزل لك من المدرجات خش لنا غرفه الملابس عشان يقول لنا الانطباع بقى بتاعه. انا مش مصدق ان انتوا ما لعبتوش مع بعض قبل كده. انتوا بتلعبوا بطل العالم وشوفوا فرحته بره عامله ازاي. هو مش مصدق ان هو كسبكم انتوا. انا مش مصدق المستوى اللي بشوفه وخصوصا لما عارف التفاصيل دي. احنا ما عندناش ولا بطوله محليه ولا بطوله دوليه ما بقاش مصدق. صحيح كابتن سيف للاسف الوقت خلص بس انا فرحان النهارده ان انا أو ان انت كنت معايا عشان اهنيك بالجائزه جائزه افضل حارس في الحمد افريقيا لله. الحمد والاهم لله. من كل ده اللي انت قلته دلوقتي الحاجه المشرفه ممكن ما نكون شفناكم بعنينا في البطوله بس انت دلوقتي نقلت الصوره بشكل عظيم جدا وعرفنا قد ايه انتوا ناس عظيمه جدا وشرفتوا البلد. انا عايز اقول كلمه بس سريعا. اتفضل يا فندم. طبعا احنا بنتمنى ان الانديه بتاعتنا تخش لان ما ينفعش نادي بيراميدز يكون لوحده. عايزين بطوله محليه وبنلاقي دعم بره من منتخبات زي بولندا مثلا. ليفاندوسكي ليفاندوسكي الداعم الاول والاساسي لمنتخب بولندا هو من المنتخبات القويه جدا طبعا. فاحنا بنتمنى كابتن زي كابتن محمد صلاح طبعا هو قامه كبيره بنتمنى ان هو يكون سبورت زي يعني احنا بنشوف الكلام بكافو بنشوف لعيبه تقيله بتدعم ده صحيح. طبعا عشان ما اطولش على حضرتك انا بشكرك بالعكس دعم اللاعبين دعم اللاعبين والنجوم ده ضروري دعم منا كلنا ضروري. الدوله المصريه اكيد بتدعم وانتوا خلاص بقى في منتخب دلوقتي في تغيير كبير جدا الحمد لله فالدعم الدعم متواصل مع ابطال يعني انتوا في النهايه احنا الكسبانين لما ندعمكم يعني كلنا ندعم لينا. فانتوا الابطال يعني انا بشكرك شكرا جزيلا شرفتني ونورتني كابتن سيف سلامه حارس مرمى منتخبنا الوطني منتخب الساق الواحده الفائز او الحائز على جائزه افضل حارس في كاس الامم الافريقيه. ده كان ختام رائع على حلقتنا النهارده من رقم 10. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا واشوفكم يا رب على خير.